السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي ريال مدريد أمام نادي ختافي اليوم بإذن الله تعالى الأحد 1/12/2024، مباراة في الجولة 15 من الدوري الأسباني. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الأحد الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 7:15 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4:15 عصر مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3:15 عصر مساء توقيت جرينتش وموريتانيا. قررنا كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 3 الثالثة، والمعلق المتألق خليل بلوشي. ملعب المباراة ملعب سانتياغو برنابيو، الجولة 15 من الدوري الإسباني. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.